الفقرة. لربما هي خطوط الفكر والقلم التقت معا لترسم خيالا واسعا في الحس التعبيري في مختلف مناحي الحياة، فمنذ صغره وهو يعيش عالما مليئا بالرسومات التي تجسد واقع حياتنا. بدأ أول تجربة له كرسام كاريكاتيري عام 97، وما بين مد وجزر بين الاستمرار والتوقف عن الرسم، إلى أن نضال بلعاوي أستاذ تربية ابتدائية في مدرسة الأونروا في مدرسة ذكور نور شمس عاد من جديد ليبدع في الرسومات الكاريكاتيرية. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير، صباح الخير لفرج الجديد، صباح الخير لكل فلسطين كما عرفها الشهيد ناجي العلي، فلسطين من المحيط إلى الخليج. شكرا. يسعد صباحك أستاذ نضال. يعني بداية أول ما بيخطر للمواطن والمشاهد، الأستاذ نضال تخصص فنون ورسم، ولكن الآن مدرس تربية ابتدائية، فمن أين كانت الانطلاقة الفنية في الرسم الكاريكاتيري؟ الانطلاقة بدأت من الكويت، من خلال الصحف الكويتية، خاصة صحيفة القبس الكويتية التي كان ينشر فيها الشهيد ناجي العلي. منذ الصغر لاحظت حنظلة كشخصية كرتونية ارتبطت في ذاكرتي، حتى بعد سنوات تعرفت إلى حنظلة. من هو حنظلة؟ من الذي خلق حنظلة؟ وبعد ذلك مارست موهبة الرسم. يعني أستاذ نضال، الرسم الكاريكاتيري قبل أن يرسم بالعادة هو الرسام يقوم بترجمة الفكرة، لكن يختلف مصدر الإلهام من رسام لآخر، فأنت يعني من أين تستوحي هذه الأفكار لترسمها؟ الأفكار أو مصادر الأفكار عديدة. أولا أرسم من واقع الشارع الفلسطيني، وخاصة أن الشارع الفلسطيني مليء الآن بالمطبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أو بالأحرى أو ما يسمى بالعوج السياسي والاقتصادي. أرسم في ظل التآمر الرسمي العربي، وهنا طبعا أقصد لا الشعوب، أقصد هنا الأنظمة العربية. أرسم من وحي معاناة المواطن الفلسطيني في كل مكان، سواء في فلسطين أو خارج فلسطين. طيب الآن يعني نطلب من المخرج الزميل براء عمر أن يعرض بعض من اللقطات للرسومات كما تشاهدونها مشاهدين لهذه الرسومات. يعني هناك يعني محاكاة لواقع فلسطيني. الرسمة يعني في المنظور الشخصي لك، كم تستغرق لإيحاء هذه الفكرة البلورة في الزوايا، في الخطوط، في إيضاح، ربما تكون مقروءة أكثر ما هي مكتوبة؟ صحيح. الآن الفكرة إذا توفرت فالرسم طبعا هيك سهل. أهم شيء الفكرة، وخاصة هنا خليني بس بدي أنوه لشغلة معينة. الفكرة يجب أن تلامس وأن تكون واقعية. يعني مش فكرة خيالية، فكرة من واقع، يعني مستوحاة من الواقع، من حياتنا 100%. الآن بالنسبة لقضية الرسم، بحسب الرسمة قد تستغرق من ربع ساعة لساعة، بحسب التفاصيل، بحسب التضليل وغير ذلك. طب كم رسمة مثلا في اليوم بترسم، او حتى خلينا نحكي معدل الرسم بالنسبة لك؟ انا بدي احكي بالنسبة للانطلاقة، هي الانطلاقة الحقيقية في رحلتي كانت العام الماضي. نعم. في شهر 5 تحديدا. من شهر 5 لليوم تقريبا في عندي 600 رسمة. طبعا تناولت جميع الرسوم، تناولت الواقع العربي المرير، الواقع الفلسطيني، تناولت ايضا النواحي السياسيه والاجتماعيه الاقتصاديه في شو اسمه في الشارع الفلسطيني، كافه المناحي. طب نعم. بالحديث عن هذه المناحي، اكيد كانت هناك صور نقديه لربما تعبر عن واقع مرير اكثر واكثر يعيشه ويتعايشه الشعب الفلسطيني. هل هناك يمكن ان نسجل اي مضايقات لبعض الرسومات التي يمكن ان اثارت النقد بصوره لاذعه؟ حتى الان الحمد لله ما في يعني اي هجوم او اي انتقاد، بالعكس يعني كل الناس تفاعلوا مع رسوماتي، وهذا اللي خلاني اني شو اسمه استمر في مسيرتي وشجعني اكثر واكثر، لانه لقيت مجتمع، لقيت شريحه كبيره من الناس بتشجعني. طب يعني استاذ نضال، ناجي العلي والنقل ايضا غسان كنفاني يعتبران مصدر الهام بالنسبه لك في هذه الرسومات. نعم. طب كيف اجى هذا الربط ما بين هاتين الشخصيتين العريقتين وما بين نضال في رسوماتك بالطبع؟ بالنسبة لناجل علي، أنا حكيت لك أنه خاصة أنا من وليد الكويت، تعرفت على حنظلة ثم تعرفت على ناجل علي. غسان كنفاني، غسان كنفاني هو مصدر إلهامي في الرسم الكاريكاتيري. يعني في أي رواية أقرأ لغسان كنفاني أستلهم أفكار كثير، يعني أفكار، وفي أفكار لترجمتها رسما خلال رسوماتي.
طب لما ترسم الرسم الكاريكاتيري مثل ما هو واضح حاليا عبر الشاشة، يعني أكثر تخوف بيكون بالنسبة لك، هل هو أنه لما أنا مثلا أرسم الرسمة وما تكون واصلة 100% للمشاهد أو حتى اللي بنقد الكاريكاتير، ولا دائما بتلاحظ أن رسومتك هي في الصميم واصلة للي بيشاهدها؟ بالنسبة لرسوماتي يعني أنا بكون حريص جدا قبل ما أرسم إنه الفكرة أترجمها في عقلي، وبسأل أشخاص معينين أصدقائي أنا بدي أرسم هيك بهذا الشكل، باخذ الآراء. برسم طبعا أنا في جميع رسوماتي الحمد لله إنه كانت واضحة، يعني أي إنسان بيشاهد أي كاريكاتيرة أو أي رسم معين الفكرة تصل إليه بشكل مباشر. نعم. أنت الآن يعني ترسم في لمجلة الهدف، وقمت بالعديد بعدة معارض في فلسطين وخارجها. نعم. هل هناك رؤية لإقامة معرض في مدينة ومحافظة تولكا؟ العام طبعا أوجه كل الشكر لمركز العودة، الانطلاقة كانت هناك، أول معرض أقيم لي على أرض الوطن في مركز العودة، وطبعا آخر المعارض كانت في مهرجان حرية الصحافة بالمغرب، حيث مثلت فلسطين في ذلك المهرجان. نعم. طب يعني بالحديث عن الدعم اللي بيحفزك للاستمرار في هذا الرسم، مين هي الجهات الداعمة لك، سواء كانت من خلينا نحكي من العائلة أو حتى خارج الإطار الأسري؟ بالنسبة للعائلة كموهبة رسم بشجعه، ولكن في كيفية الرسم لا، يعني الأفكار اللي أنا بتداولها في رسوماتي يعني خط أحمر، بحكي لك أنت بتتجاوز الخط الأحمر كثير. ليش هل بالفعل أنت بتشعر أنك أنت بتتجاوز الخط الأحمر؟ لا أنا ما بتجاوز الخط الأحمر، أنا برسم في ظل الواقع اللي إحنا بنعيشه، يعني في كل يعني عندي 600 رسمة أنا براجعهم يوميا، بشوف إنه هل إنه رسوماتي هي مغايرة للواقع أو خيالية. بالنسبة هذا في الإطار الأسري، بالنسبة للإطار الخارجي طبعا حتى الآن ما في مؤسسة دعمت يعني للأسف بالنسبة إنه تتبنى فكرة الرسم. في طبعا خلينا هون بهاي المناسبة أوجه الشكر للأخ شادي أبو جراد، طبعا كتلة الوحدة الطلابية أشرفت السنة تقريبا على إقامة المعارض في جامعة القدس المفتوحة تقريبا في كافة أرجاء الوطن. طيب الرؤية المستقبلية للرسومات للحاجة إلى التطوير وإيصال الرسالة، بما أنه إحنا بنحكي عن واقع، إذا هناك حاجة لإيصال الرسالة على مدى أكثر، على انتشار أكثر أوسع في سواء كان في الوطن أو خارجه، كيف عم تتطلع على الرؤية المستقبلية؟ بالنسبة للرؤية المستقبلية أو الرسالة، نحكي عن الرسالة اولا، انا يعني اي انسان يمتلك موهبه يجب ان يسخر هذه الموهبه لصالح المواطن الفلسطيني ولتعزيز روح الوحده الوطنيه في الشارع الفلسطيني، وايضا ترجمه الواقع الذي يعيشه الفلسطيني في اي مكان سواء في فلسطين او خارج فلسطين. الان الرساله عند كل رسام او كل فنان هي رساله فلسطين، انه هنا في قضيه، وانا حريص جدا ان اوصل رسالتي لكل ارجاء العالم، أوضح فيها أنه في شعب ما زال يرزق تحت الاحتلال، وأن هنالك قضية فلسطينية ما زالت مهملة في ثنايا ما يسمى بالشرعية الدولية. طب يعني في إطار المدرسة كمدرس في مدرسة ابتدائية وذكور، كيف يعني الطلبة، هل هناك أوقات يعني في أوقات الفراغ تتشارك مع الطلبة أجواء الرسم، أو أحد الطلبة لديه الفضول للتعلم أكثر عن كنموذج في الرسم الكاريكاتيري؟ في طبعا في داخل المدرسة نهائيا، يعني في المدرسة عادة برسم في البيت. في البيت. المدرسة نهائيا يعني لا تمارس نهائيا، بمارسش الرسم في المدرسة نهائيا، بس في رسومات بعرضها في المدرسة بحيث انه يتعرفوا عليها الطلاب. لكن انت يعني ذكرت لي استاذ نضال سابقا انه بالنسبة للرسومات يعني قلت لي انك انت تعيش لنقل في رحم المعاناة، يعني بين اللاجئين وبين ايضا في مدرسة الأونر، ومن خلال تعايشك مع الاطفال يعني انت تلتمس نعم الأفكار تلتمس يعني هذه القضية بشكل مباشر. طب يعني هذه الأمور التعايش ما بيخليك تستوحي أفكار أكثر، أو حتى ممكن طالب معين بحركة معينة لنقل يعني بمظهر معين بلفت انتباهك وبيخليك ترسم؟ طبعا أكيد 100% معظم الرسومات الموجودة عندي، وخاصة الرسومات اللي انطلقت فيها في العام الماضي، تتحدث عن قضية اللاجئين بشكل كبير وعن قضية الطفل الفلسطيني وعن معاناة الشعب الفلسطيني. نعم.
صار معك موقف يوم من الأيام ومثلا لفت انتباهك مظهر معين، قلت لي سابقا أنه في أحد المواقف يعني استوحيت فكرة من خلال مظهر طالب؟ لا مش مظهر طالب، أو لا حذاء في الشارع، أو الشارع. في الشارع الفلسطيني. يعني للأسف طبعا كنت أنا وصديقي في نابلس، طبعا في لفتنا منظر يعني أحد الشباب يعني من خلال الزي، من خلال تسريحة الشعر، فحكى لي بدل ما ترسم انت بالسياسه تفضل ارسم عن الواقع الاجتماعي اللي نعيشه. ففعلا انا روحت مباشره وترجمتها رسم. طب في سؤال، يعني تفضل. ايش اكثر صوره رسمتها عزيزه عليك انت، يعني بتنظر لها كانها تمثل نضال، كانها تمثل لسان تعبر نضال عنك؟ وقلم نضال الذي يرسم؟ ال 600 رسمه حتى الان بعزين عليه كثير. اكثر رسمه بعتز وبفتخر فيها هي رسمه طبعا ناجي العالم في ذكرى استشهاده. هي اكثر رسمه يعني يمكن اقول انه افضل رسمه من جميع الرسومات الموجوده عندي. طبعا في شخصيه معينه انا بستخدمها في الرسم، طفل طبعا يرتدي الحطه الفلسطينيه، هذا الطفل طبعا ناصر العربي، برضو اطلقت عليه هذا الاسم لواحد من رفاقي اللي هو اعطاني دعم كبير في مسيرتي الفنيه. بالنسبه لتوفير الادوات والمواد اللي بترسم فيها، هي لنقل يعني مع تكرار انك خاصه ان انت ترسم كميات كثير كبيره من الرسومات، هذا نوعا ما بكلف اقتصاديا، يعني ما حاولت انك مثلا تنضم لمؤسسه معينه للتخفيف؟ بالنسبه للانضمام لاي مؤسسه او لاي صحيفه، يعني في نهايه الامر بدهم يفرضوا وجهه النظر اللي بدهم اياها هم، انا طبعا انا بحب اكون رسام حر. بالنسبه للادوات يعني غير مكلفه نوعا ما، في بعض الافلام مكلفه بس طالما انا اخترت هذا الطريق ففي لازم يكون نوعا ما في تضحيات. طب يعني باخر كلمه، شو الرساله اللي بتحب توجهها سواء للطلاب اللي عندهم هذه الحس الفكري والرسم الكاريكاتيري، يعني كيف بتنصحهم يمارسوا هذه الموهبه اللي عندهم؟ انا اول شيء قبل ما اوجه للطلاب او لاي انسان بيمتلك هاي الموهبه، بدي اوجه رساله للمؤسسات الموجوده وخاصه في محافظه طول كرم. طول كرم هي من اكثر المحافظات اللي فيها ابداع وتالق في جميع في شتى المجالات، في الغناء، في الموسيقى، في الرسم. الان للاسف يعني هاي الجهات المعنيه او المؤسسات الاصل فيها انها تتبنى هاي المواهب وتعمل على تنميتها. رسالتي لكل انسان بيمتلك موهبه في اي مجال كان انه يسخر موهبته في خدمه القضيه الفلسطينيه، في تعزيز الروح الوحده الوطنيه في الشارع الفلسطيني. نعم، إذا يعني نتمنى لك دوام الإبداع وتقدم في الرسم الكاريكاتيري.